لذلك عندما يعني تكون المعطيات والظروف غير مهيئة للتباري بطريقة شريفة على الفوز بهذا الملف، علينا أن نبقى كبلد لديه الكثير من المبادئ في هذه المجالات، ونسحب هذا يعني هذا 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 الترشح. لماذا؟ لأن الكل يعلم بأننا لو يعني وضعنا كل الأمور على الطاولة بدون أي تلاعبات يعني في الكولسة لفزنا بدورة 25 و27 و29 و31 دون منازع. الجزائر اليوم عكس ما كان عليه ربما في 2015 و2017، الجزائر اليوم تمتلك الكثير من المنشآت ما يجعلها ويؤهلها لتفوز بهذه الدورات، ويعني بطريقة جد مريحة. لكن ما دام الأمر في الكاف لا يحتكم لمثل هذه المعطيات، يعني مثل ما قلت لك، علينا أن نسحب هذا الملف، وهذا أدنى تنديد منا على ما يجري في دواليب المكتب التنفيذي للكاف.